لقد تعرفنا أولاً على فكرة ميل الخط في بداية دراستنا للجبر، لكنني وجدت أنه لا توجد مشكلة إذا قمنا بمراجعته. إذاً دعوني أرسم بعض المحاور. هذا هو محور Y، ربما يجب أن أسميه محور F الـ X. Y تساوي F الـ X. دعوني أرسم محور X هكذا. هذا هو محور X. ودعوني أرسم خط. دعوني أرسم خط هكذا. وما نريد أن نفعله هو أن نذكر أنفسنا كيف نجد ميل هذا الخط. وما نفعله هو نأخذ نقطتان على الخط. إذن دعونا نفترض أننا سنأخذ هذه النقطة، لنفترض أن تلك النقطة هي X تساوي A، ومن ثم ماذا ستكون هذه النقطة؟ هذه تكون النقطة F الـ A، حيث أن الاقتران سيكون عبارة عن خط ما. يمكننا أن نكتب أن F الـ X سيساوي MX زائد B. نحن لا نعلم ما هما M و B، لكن هذا كله مجرد مراجعة. إذن هذه A، ومن ثم إن قيمة y هي عبارة عن ما يحدث للاقتران عندما تقيمه على a، أي تلك النقطة. ومن ثم يمكننا أن نأخذ نقطة أخرى على هذا الخط. دعونا نفترض أننا نأخذ النقطة b الموجودة هنا، ثم إن هذا الإحداث سيكون النقطة b مع f ال b، أليس كذلك؟ لأن تلك عبارة عن نقطة، عندما تقيم الاقتران على B تضع B هنا وستحصل على تلك النقطة. إذن دعوني أرسم خطا هنا، تلك هي F الـ B. في الواقع دعوني أوضح أن هذا الإحداث الموجود هنا هو النقطة A مع F الـ A. إذن كيف نجد الميل بين هاتين النقطتين أو أكثر بشكل عام لهذا الخط كله؟ إن الميل ثابت على طول الخط، ونحن نعلم أنه عندما نجد الميل فإنه سيكون قيمة M هذه. تلك كلها مراجعة للجبر، لكن كيف نقوم بهذا؟ حسناً، يوجد عدة طرق للتفكير بالأمر. الميل يساوي الارتفاع مقسوم على البعد. الارتفاع مقسوم على البعد. ربما أنك قد رأيت ذلك عندما تعلمت الجبر لأول مرة، أو لكتابته بطريقة أخرى، التغير في y مقسوماً على التغير في x. إذن دعونا نجد ما هو التغير في y مقسوماً على التغير في x لهذه الحالة. كم يساوي التغير في y؟ حسناً، دعونا نأخذ. يمكنك أن تأخذ هذه لتكون النقطة الأولى، أو تلك تكون النقطة الأولى، لكن بما أن هذه لها X أكبر وY أكبر فدعونا نبدأ بها. إذن التغير في Y الذي يبين تلك وتلك هو هذه المسافة هناك، ودعوني أرسم مثلثاً صغيراً. تلك المسافة عبارة عن التغير في Y، أو يمكنني أن أنقل هذه إلى محور Y. هذا هو التغير في y، ذلك هو التغير في y، أي تلك المسافة. إذن ما هي تلك المسافة؟ إنها f ال b ناقص f ال a، إذن تساوي f ال b ناقص f ال a. ذلك هو التغير في y. الآن ما هو التغير في x؟ الميل عبارة عن التغير في y مقسوماً على التغير في x. فما هو التغير في x؟ أي ما هي تلك المسافة؟ تذكروا أننا نأخذ هذه بحيث تكون النقطة الأولى. لقد أخذنا y ناقص نقطة y أخرى، ولكي يكون ثابتاً سيكون علينا أن نأخذ نقطة x هذه ناقص x هذه. إحداث نقطة X هذه هو B، لذا سيكون B ناقص A. B ناقص A.
وكذلك إذا كنتم تعرفون معادلة هذا الخط، أو إذا كانت لديكم إحداثيات هاتين النقطتين، فسوف تصلوهم هنا وتحصلون على الميل. ذلك مباشر، وهذا أتى مباشرة من مادة الجبر، ودعوني أتأكد من أنه واضح لكم. إذا كانت هذه النقطة 2 مع 3، إذن 2 مع 3، ودعونا نفترض أن هذه هي النقطة 5 مع 7. بالتالي إذا أردنا أن نجد ميل هذا الخط فسوف نقول 7 ناقص 3، وهذا سيكون التغير في y. هذه 7 وهذه تكون 3، ومن ثم نفعل ذلك ل5 ناقص 2، لأن هذه تكون 5 وهذه 2، وبذلك يكون هذا مقدار التغير في x، 5 ناقص 2. إذن 7 ناقص 3 يساوي 4، و5 ناقص 2 يساوي 3، والميل سيكون 4 تقسيم 3. الآن دعونا نرى بإمكاننا تعميم هذا، وهذا سيكون عبارة عن المفهوم الجديد الذي سنتعلمه كلما تعمقنا في التفاضل والتكامل. دعونا نرى إذن بإمكاننا تعميم هذا بطريقة ما للمنحنى. إذن دعونا نفترض أن لدي منحنى، علينا الحصول على منحنى قبل أن يكون بإمكاننا أن نعممه على المنحنى. حسناً، في الواقع أنا أريد أن أترك هذا في الأعلى هنا لكي أوضح لكم التشابه. لنفترض أن لدي سأبقيه بشكل عام الآن. لنفترض أن لدي منحنى، سأجعل من شكل المنحنى مألوفاً لكم. لنفترض أنه منحنى y يساوي x تربيع، وهو يبدو هكذا، وأريد أن أجد الميل. دعونا نفترض أنني أريد أن أجد الميل على نقطة ما، وفي الواقع قبل التحدث عنه دعونا نفكر فيما أعنيه عن إيجاد ميل المنحنى. هنا كان الميل هو نفسه طيلة الوقت، أليس كذلك؟ لكن في المنحنى يكون الميل متغيراً، والحصول على الفكرة لما يعنيه هذا. ما هو الميل هنا؟ الميل هنا هو ميل خط المماس، أي الخط الذي بالكاد يلامسه، ذلك هو الميل هنا، إنه ميل سالب. ثم هنا لا يزال الميل سالباً، لكنه أقل سالبية بقليل، إنه بهذا الشكل. لا أعلم إذا كنت قد فعلت ذلك أو رسمت ذلك، دعوني أرسمه بلون مختلف، دعوني أرسمه باللون البنفسجي. إذن هنا الميل سيكون أقل سالبية، إن الخط أقل انحرافا للأسفل. ومن ثم عندما نذهب إلى هنا، أي على النقطة 0 هنا، سيكون الميل مستويا أكثر، لأن الخط الأفقي أي y تساوي 0 يشكل مماسا على هذا المنحنى. ثم ننتقل إلى قيم x الموجبة، ومن ثم سيبدأ الميل بالزيادة. إنني أحاول أن أرسم خط مماس، وهنا يزداد أكثر، إنه يتزايد أكثر فأكثر. إذن الميل يتغير طيلة الوقت، وهذا يعتبر التغير الأكبر الذي يحدث عندما تنتقل من خط إلى منحنى. في الخط يكون الميل هو نفسه طيلة الوقت. يمكنك أن تأخذ أي نقطتين على الخط، تأخذ التغير في y تقسيم التغير في x، وتحصل على الميل للخط كله. لكن كما يمكنك أن ترى بالفعل، إنه سيكون أكثر دقة عندما تفعل ذلك للمنحنى، لأنه يعتمد على النقطة التي نتحدث عنها. لا يمكننا أن نقول ما هو ميل هذا المنحنى، الميل متغير على كل نقطة على طول المنحنى.
إنه يتغير، إذا صعدنا إلى أعلى هنا فسوف يكون أكثر حدة، سيبدو هكذا. لذا دعوني أجري تجربة وأعلم كيف تجري هذه التجربة، لذا لن تكون مخاطرة كبيرة. دعوني أرسمه بشكل أفضل من هذا. هذا هو محور Y، وذلك هو محور X. دعونا نسمي هذا، يمكننا أن نسميه Y أو يمكننا أن نسميه محور F الـ X بأي طريقة تريدها. ودعوني أرسم المنحنى مرة أخرى، وسوف أرسمه في الإحداث الموجب هكذا. ذلك هو المنحنى. وماذا لو كنت أريد أن أجد الميل هنا؟ ماذا بوسعي أن أفعل؟ حسناً، استناداً إلى تعريفنا للميل، نحن بحاجة لنقطتين لكي نجد الميل، أليس كذلك؟ هنا لا أعلم كيفية إيجاد الميل بنقطة واحدة، دعونا نسمي هذه النقطة الموجودة هنا حسناً، ستكون X. سنكون عموميين، ستكون هذه النقطة X. لكن لكي نجد الميل بالنسبة إلى تعريف الجبر التقليدي للميل، فنحن بحاجة لنقطتين، لذا دعونا نأخذ نقطة أخرى هنا. دعونا نأخذ صورة أكبر لـ X هذه. إذن دعونا نفترض، لنفترض أن لدينا تلك النقط. في الواقع دعونا نأخذ واحدة أبعد، وإلا ستشكل فوضى. إذن دعونا نفترض أن لدينا هذه النقطة هنا H، والفرق أنها أكبر من X. أو في الواقع بدلا من أن نقول أن H أكبر من X، دعوني أقول أن H أكبر، إذن هذه X زائد H. هذا عبارة عن تلك النقطة. إذن ماذا يكون إحداث Y المماثل على المنحنى؟ حسناً، هذا هو منحنى Y تساوي F الـ X. إذن هذه النقطة الموجودة هنا ستكون F الـ X الموجودة هنا. وربما كي أوضح لكم أنني أخذ X معينة، ربما سأضع الصفر هنا، هذه X صفرية زائد H. F الـ X الصفري هذا. ومن ثم ماذا سيحدث في الأعلى هنا؟ هذه النقطة، تلك النقطة الموجودة في الأعلى، إحداث Y لها سيصبح F الـ X هذه. أي ما سحبته للأعلى قليلا، إنها هنا F لهذه الـ X، F الـ X الصفرية زائد H. ذلك هو إحداث Y لها. وما هو الميل الذي يقع بين هاتين النقطتين القريبتين جدا من بعضهما؟ تذكروا أن هذا لن يكون الميل على هذه النقطة، إن هذا ميل الخط الذي يقع بين هاتين النقطتين. وإذا أردت أن أرسمه فسيكون خطا قاطعا في منتصف المنحنى، سيقام المنحنى مرتين، مرة عند هذه النقطة ومرة عند هذه النقطة، لا يمكنك رؤيته. إذا رفعته للأعلى قليلا فسيبدو بهذا الشكل. هذا هو إحداث هذه النقطة، والذي سيكون X الصفرية مع F الـ X الصفرية. هنا إحداث X عبارة عن X الصفرية زائد H، وإحداث Y عبارة عن F الـ X الصفرية زائد H.
مهما كان هذا الاقتران فإننا نقيمه على إحداث إكس هذا كل شيء. إذن هاتان هما النقطتان. ربما أن البداية الجيدة هي أن نقول ما هو ميل هذا الخط القاطع للقوس، وكما فعلنا في المثال السابق تجد التغير في y وتقسم ذلك على التغير في x. دعوني أرسمه هنا. التغير في y وهو عبارة عن ذلك، ومن ثم التغير في x عبارة عن ذلك. فماذا سيكون ميل هذا الخط القاطع؟ سيساوي الميل، دعونا نبدأ بهذه النقطة الموجودة هنا لأنها تبدو أكبر، إذن نريد إيجاد التغير في y، أي هذه القيمة. وقيمة y عبارة عن f الإكس الصفرية زائد h. لقد قيمت ما لدي هنا، تبدو وكأنها عبارة وهمية، لكن كل ما تعنيه أنها انظر قيمة x الأكبر بقليل تقيم إحداث y لها، حيث يكون المنحنى على قيمة x تلك. إذن التغير في y يكون f x الصفرية زائد h، ذلك هو إحداث y، ناقص إحداث y هذا، إذن ناقص f الإكس الصفرية. ذلك يساوي التغير في y، وتريد أن تقسم ذلك على التغير في x، ما هذا؟ إنها قيمة x الأكبر، لقد بدأنا بهذا الإحداث، إذن نبدأ بإحداث x هذا. إنه x الصفرية زائد h ناقص إحداث x هذا. حسناً، لقد اخترنا عدد عام، إنه x الصفرية مقسوماً على التغير في x هكذا. إذن هذا هو ميل الخط القاطع. لم نقم بعد بإجابة ما هو الميل على تلك النقطة، لكن ربما أن هذا سيساعدنا للوصول إلى هنا. إذا بسطنا هذا، إذن دعوني أكتب هذا هكذا، ميل الخط القاطع، دعوني أكتب ذلك بدقة. ميل الخط القاطع يساوي قيمة الاقتران على هذه النقطة، أي f x الصفرية زائد h، ناقص الاقتران هنا، أي f x الصفرية، وهذا يوضح لنا التغير في y، إنه بالضبط نفس تعريف الميل الذي نستخدمه دائماً، مقسوماً على التغير في x، ويمكننا تبسيط ذلك، لدينا x الصفرية زائد h ناقص x الصفرية، x الصفرية تحذف مع بعضها، نحصل على ذلك مقسوماً على h، هذا يساوي التغير في y مقسوماً على التغير في x، هذا كافي، لكنني بدأت بالقول أنني أريد أن أجد ميل الخط على تلك النقطة، على هذه النقطة هنا، إنها النسخة المصغرة منه. إذن ماذا يمكنني أن أفعل؟ حسناً، لقد عرفت النقطة الثانية هنا على أنها عبارة عن النقطة الأولى زائد h ما، ولدينا شيء ما في شريط الأدوات يسمى بالنهاية. h هنا عبارة عن عدد عام، يمكن أن يكون 10، يمكن أن يكون 2، يمكن أن يكون 2%، يمكن أن يكون 1 ضرب 10 للقوة سالب 100، يمكن أن يكون أي عدد صغير. إذن ماذا سيحدث؟ نظريا على الأقل، إذا أردت أخذ نهاية اقتراب h من الصفر، إذن كما تعلمون أولا
ربما أن H هو عبارة عن عدد كبير هنا، ومن ثم إذا أخذت H أصغر بالتالي سوف أكون أجد ميل هذا الخط القاطع، إذا أخذت H صغير فأكون بذلك أجد ميل ذلك الخط القاطع، إذا كان H أصغر بقليل فأنا أجد ميل ذلك الخط. إذا كلما اقترب H من الصفر سيكون أقرب أكثر وأكثر من إيجاد ميل الخط الذي يقع على يمين النقطة في السؤال. بكل وضوح إذا كان H عدد أصغر فإن الخط القاطع سيكون بعيدا عن الميل على تلك النقطة، لكن إذا كان h يساوي فاصلة صفر 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 واحد، أي إذا كان عدد صغير جدا بالتالي سوف أكون أقرب. ماذا يحدث إذا أخذت نهاية اقتراب h من الصفر لهذا؟ إذا نهاية اقتراب h من الصفر لميل القاطع دعوني أستخدم اللون الأخضر. f ال x الصفرية زائد h ناقص f ال x الصفرية، كان ذلك عبارة عن التغير في y مقسوما على h، أي التغير في x مقسوما على h. والآن كي أوضح شيء ما، وفي بعض الأوقات ستراه في كتب التفاضل والتكامل الصعبة، في بعض الأوقات بدلا من h سيضعون دلتا x هنا، حيث أن هذه النقطة الثانية ستكون معرفة على أنها x الصفرية دلتا x، ومن ثم فإن هذا يبسط إلى دلتا x هنا، وسوف نأخذ نهاية اقتراب دلتا x من الصفر نفس الشيء h دلتا x، إن هذا لا يهم، إننا نأخذ h على أنه الفرق بين نقطة x الأولى ومن ثم نقطة x الأكبر، ثم سوف نأخذ نهاية اقتراب ذلك من الصفر. يمكننا أن نسمي ذلك بدلتا x بسهولة، لكنني سأسمي هذا الشيء والذي يساوي ميل الخط القاطع، وهو يساوي ميل الخط القاطع، سأسمي هذا بمشتقة F. دعوني أكتب ذلك. Derivative of F، نستخدم لها الرمز F فتحة للإكس، وهذا يكون اقتران آخر، لأنه تذكروا أن الميل يتغير على كل قيمة x، لا يهم ما هي قيمة x التي نختارها فإن الميل سيتغير، لا يجب أن يكون، لكن طريقة رسمي لهذا المنحنى مختلفة، يمكن أن تكون مختلفة. إذن الآن تعطيني قيمة لـ x هنا، وسوف أطبق هذه الصيغة هنا، ومن ثم يكون بإمكاني أن أخبركم الميل على تلك النقطة، وهذا كله يبدو مربكا وربما يتلخص في هذه النقطة. في العروض القادمة سأقوم بحل مثال على حساب الميل، وسوف أجعل كل شيء دقيقا أكثر. أراكم قريبا.